شكرا لك زميلي فيصل الملوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. من كسر سلسلة الخسائر دفعة واحدة، خمس مباريات تلعب اليوم في افتتاحية الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ضربة البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة، مصطفى ملائكة قلبي دفاع، بوليتش رقم 66. نتابع هنا، خلينا مع الهجمة مع كالديرون اللي تحول للوسط، يلعب وتعدي خلف المهاجم روجيريو، يلعب كرة، هذه كرة تعدي لتأتي لفهد الأنصاري الآن، لاعب وسط على فكرة، جونكا هداف، وهذه تسديدة من أليمون قوية مباغتة وسيطر عليها، هذا اللي هو الأوروغواياني برايان أليمان، موجودة بفضل تحركات حمدان اللون، يلعب عرضية تعدي كالديرون، لا زال ثلان عزيز للعنان بتجهيز كالديرون، مباشرة في المرمى، مباشرة دييغو كالديرون، الكرة تعدي إلى خارج أرضية الملعب، راح يشيك على السريع مع الفار اللي هو موين الحكم النرويجي، سريعا أتى الرد في الحوار اللي بينه وبين البرتغالي هوغو ميغيل، تلعب لها في اليمين يزيد البكر يراوغ بشكل، الله يا يزيد، المتابعة والإبعاد، يزيد يجندل السيد في الجهة اليسرى وبين أليمان، كرة ملعوبة الآن، تأتي تمريرة مقطوعة الآن، كويكبي يلعب يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب، في وسط الملعب هايلاند يعرض لي جول دييغو كالديرون كايسيدو، هدف للفيصلي من ابداعات هايلاند، من روائع هايلاند، من رسمات هايلاند، الى الهدف كالديرون، تلحين هايلاند، وهنا الغناء مع الهدف كالديرون، كايسيدو يسجل سيطرة ممتازة، لمسة ممتازة، جول ممتاز للفيصلي للعنابي أمام فريق ليس بالسهل، يأتي بهدف رائع. تلعب كرة الآن للكويكبي، يلعب جال مرمى، الله يا كويكبي على اللعبة، ويتألق ملائكة الاثنين مع الأخضر، وشوف الكويكبي شوف يا الله، رائعة من اللاعب المميز الكويكبي، أحد الهدافين الآن أو هداف الفريق كالديرون، يلعب تمريرة جميلة، أكبولا تعدي، لكن يتابع البحري، كالديرون أضاف هدفه الثالث لكرة هنا أيضا ملعوبة وبالتالي الصافرة والرائعة، تلعب كرة الآن في اليسار، كالديرون صاحب الهدف الوحيد في المباراة، يلعب لحمدان عرضية وباتجاه المرمى هالمرة، لكنها تذهب خارج أرضية الملعب، لكن تمرير رائع، انفراد يا الله، أحلى من الكرة تمريرة يا الله، شوف التمريرة، يعني أنت والباب يا الله على التمريرة هذه حكاية عزيز البيشي، يا الله يا عزيز، اتركوا كل شيء، شوف التمريرة مثالية، نصف ساعة لعب ومتعة كبيرة في المباراة، الخلف يجرب يلعب تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب، الاثنين عاد لعبوا بفريق واحد، أسامة الخلف ومصطفى ملائكة، وركية الآن فيصلوية تلعب الآن، ورأسية متابعة، تسديد عزيز يسيطر عليها عبد الله البحري، التمريرة كويكبي يحول كرة الآن، فخر الدين بن يوسف، تحرك جميل لكوانكا، يحول أليمان للاتفاق الآن اللي عنده قدرة بالتك، الله يا أليمان، لقطة مهرية رائعة
رائعة، لف ودار 180 درجة بشكل رائع جدا. روجيريو، الله على المراوغ، الله على المراوغ المميز، الله يمر بشكل جيد، وبالتالي خطأ على رامون أرياس، خطأ على رامون أرياس في هذه اللقطة. الأوروغواياني في صورة صاحب 26 سنة، وبالتأكيد مزعج مزعج روجيريو مع فريق الفيصلي في هذه المباراة. تلعب إكبال، أشوف المساحات، هايلاند، الله 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 الله، يكملها يكملها، لا 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 لا، قاعد يعزف هايلاند، يتحرك مع لمسة جميلة لإكبالو، إكبالو روجيريو الآن للأصاري، ممكن جاري بيلعب كرة بجاء المرمى، الله البحري، البحري يبعد إلى خارج أرضية الملعب. فهد الأنصاري سدد كرة جميلة، وبالتالي إبعاد من هذا الحارس الشاب. شوف الكرة كانت حلوة، كانت حلوة، وإبعاد أيضا. المساحة الآن روجيريو، روجيريو المقلق، روجيريو مع العنابي، لمسة لمسة، إبعاد سيد، الكرة تأتي الآن لكالديرون، ساخط السيد، والسيد ما هو بوضعيته المعروفة الإيجابية مع الفريق. راموس مع جوانكا، وهنا الرابطة الاتفاقية، بينما هذا مجلس الجمهور الفيصلاوي أيضا يتفاعل. موسم حقيقة نعيش فيه تغييرات ملفتة خاصة على صعيد الجمهور. الاتفاق اللي يعمل من أجل التعديل، محمد الكويكبي الآن في تحرك، تحرك السيد، لعب لي أليمان، أليمان الآن تمريرة جميلة، الله الله يا سيد، يحول بالقدم اليمنى، ليست قدمه، ليست قدمه اليمنى، هو صاحب قدم يسرى، حاول باليمين على طريقة مارسيلو لفيليب كيش. كويكبي، كويكبي الآن تمريرة في اليمين، عرضية من الخلف، وهذه كرة فخر الدين بن يوسف، الله الله، رأسية رائعة، لكن ملائكة يقدم نفسه بشكل جيد، يقدم نفسه، شوف لعبها صح فخر الدين بن يوسف على زاوية بعيدة، لكن يحضر الارتقاء والتألق من مصطفى ملائكة. هل يأتي هدف رابع من ثوبتو؟ كرة ثابتة، والثاني للعنابي، الثاني للعنابي، روجيريو، روجيريو، الله 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 يا روجيريو، الله يا بطل، يا برازيلي يا فنان، الله الله في العارضة، وهوبا في المرمى، الله، جميلة جميلة عنابية، جميلة جميلة على هالمرمى، ثلاثة أهداف من كرات ثابتة، يأتي الثالث من أربعة في الدوري، جول فيصلاوي، جول فيصلاوي ثاني جميل من روجيرينهو. الفيصلي ماذا يفعل؟ التمرير، إيغور، لمسة، الله الله، لكن تدخل بالكرة، متابعة إكبالة، إكبالة ماذا يفعل إكبالة؟ يقدم حقيقة ما حسينا في الوقت، مباراة ممتعة، مباراة جميلة، تلعب كرة لها كويكبي، يحول لتأتي لها الرأسية، رامون على المتابعة من جال مرمى، فرصة فرصة، فيليب كيش، لكن في خطأ، فيليب كيش لعبها مباشرة، وهنا الحوار بين أليمان وبين روجيريو، وبالتالي خطأ قبل تسديدة فيليب كيش إلى أو لصالح مصطفى ملائكة، لصالح مصطفى ملائكة بالسلامة. ولويسينو الشنب اللي بالفيصلي يستعد للنزول، شوف اللقطة الماضية والخطأ على حسن الحبيب، والويسينو اللي غاب فترات طويلة للإصابة من بعد مباراة النصر في الجولة الثانية، غاب وشارك في المباراة الماضية أمام الرائد، الويسينو يستعد للنزول. شاموسكا الوي يلعب الآن على الراس، بوليتش، بوليتش الثالث للفيصلي، جول عنابي ثالث، ثلاثة ثلاثة، تكرار لما حدث في الموسم الماضي، ثلاثة للعنابي، ثلاثة ثلاثة، شوف شوف بالراس، جول بالراس، جول الويسينهو،
يحولها للكرواتي، والهدف الثالث للفيصلي ليعيد ما حدث في الموسم الماضي. ثلاثة كانت في أرضية هذا الملعب، وبالتالي ينعاد نفس الوضع. مفاجأة لهنا راموس، لليوناردو راموس، لكن يفعل ما يفعل الأهلي. هذه كرة ملعوبة، الله، مفاجأة رباعية الفيصلي، يفاجأ برباعية للفيصلي. حمدان الشمراني يجيب الرابع للعنابي، يتوج مستوياته بالرابع. الله عليك الفيصلي. المشجع الاتفاقي زعلان، كان في مبالغة بعد الثالث، بالغوا في التقدم. شوف شوف شوف، لا انت ولا هو، هذه الكرة في الشباك، لا يمين لا، ما راح افكر في العرضية، لكن لعبها مفاجئة، فتح الزاوية البحري، عبد الله البحري فتحها، وبالتالي استغلها هذا السعيد. اذا انتهت الامور، هي اكبر نتيجة في تاريخ الفريقين. يلعب الله، أليمون يقول التاريخ هو، روعة من أليمون، يا مان، يا الله، جميلة، روعة الهدف من الأوروغوياني ليقلص الرباعية بهدف بعد 4 أهداف في مرمانا. الوقت باقي، هل في جنون؟ إلا إذا ارتخى الفيصلي، وإلا إذا قدم أداء كبير بطولي فريق الاتفاق. راح نشوف أجواء فرح للعنابي، أجواء رائعة. المدرج العنابي الآن، عنابي ستير يقدم مشهد جميل مدرج الآن، بالتفاعل، بالحضور الجيد، بالرابطة الآن اللي تحرك الملعب، والسعيدة بهذه النتيجة الكبيرة على فريق الاتفاق، على فريق كبير إحصائيا هو الأفضل. تلعب كرة الآن الحبيب، لمسة جميلة، كويك ميلان يتحرك باليسرى يلعب ويسدد، يا ما سجل من نفس هذه الطريقة الكرة إلى خارج أرضية الملعب. دقيقة 88، دقيقتين باقية الآن. الهجمة، يبون الخامس، الويسين هو لروجيريو، الله، البرازيلي خمسها، البرازيلي يأتي بالخامس لعناب ستير. يا الله، يا هي كبيرة، روجيريو يسجل اسمه مع هدافي الدوري، يسجل الخامس له في الدوري. خمسة للفيصلي، روجيريو دياس سيلفا كوتينو، روجيريو يسجل الخامس للعنابي ستير. كبيرة، تاريخية، مباراة ما تنسى للفيصلي.